ها ما عندك سؤال؟ اسأل. ما هو ترجمة؟ سألني مرة عندما في بداية إسلامه أول ما أسلم، هو كان يسمع الأغاني ويحبها، وقال لي لماذا حرم الإسلام الأغاني رغم أن الموسيقى تريحني وكذا. حاولت أشرح له. كلموا بلغته. I was asking him the question that you asked me before, why Islam makes things forbidden, and Sheikh Muhammad will answer now. هل يوافق؟ اسأله هل يوافق ولا لا؟ You want to ask him or not? He is giving you a chance to ask. No. هو يقول اكتفيت بجوابك ذاك اليوم هذا. لكن خلوا يسأل بلسان علشان يسجل. سيوال. Why? Oh, okay. Why do Islam make things forbidden, like music? يقول لماذا الإسلام حرم الموسيقى؟ حرم الإسلام الموسيقى لأنها تشد بالقلب وتأخذ به وتلهيه عن ذكر الله. والإنسان إنما خلق ليعبد الله عز وجل، فإذا تعلق قلبه بهذه المعازف وهي الموسيقى صده عن ذكر الله عز وجل. ولذلك تجد المشغوفين بهذا تجده وهو يمشي يقول هكذا بيده كأنه يضرب على الموسيقى. نعم، لأنه شارة فكره وقلبه. والإسلام يريد من أهله أن يكون اتجاههم دائما إلى الله عز وجل. كل هذا الكلام. شيخ محمد said Islam makes music forbidden because Islam does not want anyone to makes him heart his heart attracted to music. You know, because if he likes music, he will be attracted to it. So sometimes you see people down in the street, they are walking and singing, you know, because their heart is being with the music more than it's being with God, you know, and thinking of God. How is the answer? Is there some more question? You like the answer? Yes, الآن.